هاو اطلق فاف شحال نتوما ساكنين هنايا؟ والله شي 36 عام ولا 36 عام ياك عبرا 36 عام ولا 7 عام؟ 37. والزوج ديالك امتى مرض بسرطان الرئة؟ شي دابا شي قلت لك شي 9 شهور 9 شهور ما شهر جوج الوضع ديالو كيفاش داير؟ وراه محدوة غادي يكرم ما كياخذش الدواء ما كي الدواء باش غنشريه ليا خصوصا ان مرض السرطان كنعرفوا انه واحد المرض اللي مكلف كيبغي بزاف ديال المصاريف كيبغي بزاف ديال الدوايات تلف ريال النهار فين هما الادويه ديالو راه بلا ايوب الدراوات راه ما كاين ديال الجو ديال شوف تما ولا الشفار مشاهدي قناه شوف تي في اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده مباشر عفوا مباشر جديد في مدينه الدار البيضاء معنا هذه الاسره هذه اللي كتكون من زوج وزوجه ديالو وليداتهم يلا توفى لهم واحد الوليد الله يرحمه كيف ما كتشاهدوا معنا الزوج مريض بسرطان يعني من شهر جوج حتى لدابا هو هذه الحاله هذه طريح الفراش كنعرفوا ان مرض السرطان واحد المرض اللي كيبغي مصاريف كثيره يعني هاد الاسره هادي ما غاديش هذا هو الدولي كياخذ صافي ولا عنده فاني هي مرض السرطان كيبغي مصاريف كثيره فانا الانسان ما خدامش اللي كيف ما كتشاهدوا السيد راه راجل كبير وحتى امراه مسنه وهي المعيل ديال هاد العائله هادي السلام عليكم لالا شنو المشكل اللي عندكم المشكله حبيبه الراجل مريض في السرطان وراه ما كانش خدام شي خدمه في الشركه ولا شي حاجه دابا ملي بركنا بقينا الله الله يعني ما كان عنده لا سي ان اس اس والو بنيتي والو ما عنده حتى شي حاجه دابا راه بارك احنا عندنا بويت منه كوزينه منه كل شيء بنيتي هادي الحاله انت بنيتي دابا كيقولوا لنا موان السبيطار ديو ما خاصكمش تبركوا مع المناعه راه تاخذوا عليه وحنا عندنا بويت عندنا فين نمشي تيقول لكم ما تجلسوش معاه في بيت واحد المناعه حيدور من حداه وانتم فين غتجلسوا وما كاينش بنيتي هاتي تشوفي حنا ديال الناس ديال دير فيهم معينات موان طاطنا دير فيها كلشي يعني ما عندكمش ما كاينش بنيتي يعني حتى هذا الدري كان خدام كاري لينا بلي برك باه كاري لينا راه تا هو مات لك وليدك هو اللي كان هاز هو اللي هازني وهاز ما حالو الله يرحمه والله يصبرك دابا انت والزوج ديالك ناس كبار يعني حتى الزوج مريض ما يقدرش يخدم ما عنديش انا فين نخدم كنمشي عند العيالات بحال كويا ما كاين اللي تعطيك كاين اللي تقول لك الله يرحم الوالدين وصافي كنتي تخدمي عندهم تقول لك الله يرحم الوالدين واش غادي يقول لك المهم حتى المصاريف ديال العلاج ما كتقدروش دابا باش تجيبوا ليه هاد الدواء وهذا لدرجه فيه سرطان وما كياخذش الدواء دابا شي 3 شهور وقاطع مي مات ولدو يعني ها هو الدواء مسالي السيد هذا ما تياخذش الدواء الدواء ديالو ما عندوش حيت عنده تلعرق بوشي 4 شهور ما خداش الدواء 4 شهور ما خداش الدواء باش مات ولدو ما تلاش ياخذ الدواء ما بقاش عنده باش يشري وهو ضروري خاصو ياخذ الدواء دابا حيت عنده تلعرق بوشي تعريه كيدير الشيمي كيدير الشيمي كيدير البوله ما عندكمش باش غادي دير هذا الشيء والو بنيتي ماش الله دابا باش كتصرفوا ما يمتي باش كت مع الجواد وبحال كويا تفتف عند الناس عند الجواد صافي هادشي اللي كندير بنيتي الكره شحال كتخلصي خلص بنتي 6600 6000 قل 200 وعندي الضو كيجينا بنتي غالي الضو كنخلص اكثر من الكرم الضو غالي الضو كيجينا فيه 30000 60000 علاش معانا مال الدار كتخل المبلغ اللي جا كتقسموه بيناتكم كنقسموه انا عندي بيت كنخلص بحالي بحالو راجلك دابا مسكين ما كاينش حتى مصاريف باش يتعالج باش تمشيو للسبيطار شنو كيقولوا لكم شنو كديروا في السبيطار في السبيطار كانوا يدخلوه نوبه يعطيوه يديروا لي الشيمي نوبه البوله صافي ما يعطيونا لا دواء لا حاجه ما كيعطيكمش دواء خاصك تخرجي تشريه لراسك دواء خاصك تخرجي تشريه لراسك وانت باش غتشري المهم تي هاد الدواء شنو نقول لكم حنا تشوفي في الحاله كي دايره
شنو تبغي تقولي للناس المحسنين، الناس اللي قادرين يعاونوكم؟ قلتي لي انا ما كرهتش غير شي دويره. انا ما كرهتش شي مويحي لبنيتي باش راجلي ياخذ ريحته، هذاك الشيء اللي كاين في البيت. دابا كيقولوا ما السبيطار نمشيو وما تبقاوش باركين معاه، وحنايا ما عندنا فين نمشي. كاينه بيت واحد، بيت واحد هو منه كوزينه منه كلشي. ما كتخافيش المهم انت كطيبي هنا حداك في البيت؟ فين غنمشي؟ فين غنمشي؟ ما عنديش ميتي فين نمشي. مالي الدار ولدهم ساكن هو تا هو داير هادي السير باب في بيته. يعني 36 سنه وانت عايشه هنا؟ 37 37 سنه وانت كنكبرتي وليداتك هنا. شنو تبغي تقولي للناس المحسنين اللي قادرين يعاونوك؟ الله يرحم الوالدين يعاونونا على كل شيء مويحين. الله يرحم الوالدين والعلاج. هادشي اللي بغيتي؟ هادشي اللي بغيت ابني. فاش كان ولدك كي كانت حياتكم؟ ولدي حياته كانت الحمد لله، كان عنده هوندا كان خدام. لا نتوما كيفاش كانت حياتكم؟ حيت هو اللي كان هزكم. هو كان ديك الساعه الحمد لله كنا واكلين شاربين، خاصنا حتى حاجه ما خاصنا حتى خير. كيجيب لباه الدواء؟ كان يجيب لباه الدواء، كان يقول لي هو بارك عليك وليدي من البلاوي تاع الحميكه خربتي، يقول لي دق الوالد. حاجه ما كانت خاصنا مع ولدي. شويتي في كبدتك بزاف ابنيتي، اش نقول لك زعما شويه. قلت لي ما كان كيخليني نقيس حتى شي حاجه. خلي شميتي في داك المرض ديال ديك الكورونا ولا اسمها تم هذا الحانوت، سيري لوالدك انت مريضه عندك السكر وعندك الاعصاب ما تخرجيش. ويجري عليا يقول لي خاصك نجبرك حتى الماح صافي هادشي ليك. في نهار مات مسكين ما كاين جاي عندي من دارو ولحقت وديت كنت صيفط مع بويا ديتو للسبيطار مول ما ندى مانتو. لا كان لا مريض لا والو. ما مريض ما والو. الله يرحمه يا ربي، الله يرحمه في هاد النار هذا. النداء ديالك الناس المحسنين، الناس اللي قادرين يعاونوكم، الناس اللي قادرين يشريو لكم شي دويره، ولا الناس اللي قادرين يتكلفوا بالعلاج ديال الزوج ديالك. شنو تبغي تقولي لهم امي؟ الله يرحم والديهم وشكرا. الله يمسحهم صافي. عبد الرحيم سكت ان شاء الله. الله يصبرك سيدي، والله يرحمه يا ربي، الله يرحمه، الله يرحمه. يا وليدي كلها تتفدي يا وليدي. دابا عنده سرطان ياك؟ اه عنده سرطان في الرئه، بوش اللي لحوق. شنو محتاج سيدي؟ شنو محتاج؟ شنو محتاج؟ دو معاهم داكشي اللي قلتو انا وقوليت. راه اصلا غادي يقول غير داكشي اللي كان كيف ما كتشاهدوا مشاهدي قناه شوف تي في الوضع ديال هاد الاسره هادي. شوفي لا طال راه هادشي اللي كاين كيف ما كتشاهدوا، هذه هي الحاله اللي تعيش فيها هاد الاسره هادي. ما طالبين حتى شي حاجه، طالبين غير العلاج لهاد السيد هذا وشي دويره ياخذوها لهم، حيت السيد مريض فيه سرطان، يعني المناعه ناقصه بزاف. ما كاينش فين غادي، ما كاينش الناس مثلا كيجيو الطبيب كيقول لهم ما تجلسوش معاه في نفس البيت، ولكن ما كاينش اتساع، ما كاينش فين غادي يقدروا يخرجوه ويخليوه. كنتمنوا من الناس المحسنين، الناس اللي في قلوبهم الرحمه، يتصلوا بهذه العائله هذه ويعاونوها. يعني المعيل ديال هذه العائله، الولد ديالهم هو اللي كان هازهم، توفى الله يرحمه يا ربي والله يصبرهم. حيت صعيب الانسان باش صعيب الكبده صعيبه، يعني باش الناس يموت لهم الولد ديالهم، راه صعيب ما يحسوا بهم غير الناس اللي مجربين هذا الاحساس هذا. كنتمنوا من الناس المحسنين يشوفوا في هذا الاب وهذا الام، يشوفوهم حتى هما والديهم، يشوفوهم خوتهم ويعاونوهم، حيت فعلا محتاجين المساعده. كنعرفوا ان مرض السرطان كيبغي واحد المصاريف اللي كبيره وكبيره بزاف. العائله تحت ما بقى خدام، السيده راه مسنه كبيره، حتى السيد راه مسن وطريح الفراش. كنتمنوا من الناس المحسنين يتصلوا بهم، الرقم ديالهم 06 59 22 96 91. الرقم ديالهم هو 06 59 22 96 91. هذا الرقم ديال الابن ديالك الاخر ديالك. كنتمنوا من الناس المحسنين يتصلوا بهم ويساعدوهم، يساعدوهم في مصاريف العلاج، في الدواء، في لا سيونس ديال الشيمي كتخلصوهم، الحصص ديال الشيء. لا بنتي ما كنخلصوهمش، ولكن الدواء كتخلص. هاد السيد هذا عفاك تقدر تعطيني الدواء باش نوريوه للناس اللي يقدر يجيب لهاد السيد هاد الدواء هذا؟ راه 4 شهور ما شربش هاد الدواء. 4 شهور ياك من توفى الابن ديالو ما خداش هاد الدواء هذا.
يعني كيف ما كتشهدوا معنا هاد الدواء هذا ضروري ياك الشريف، هاد الدواء كتاخذوا ضروري. هادو هما الادويه ديالو، نحطوهم هنا باش نوريوهم للناس المحسنين، ولا شي واحد في شي فارماسي ولا اي واحد يقدر يوفر لهاد السيد هذا هاد الادويه هادو، حيت راهم ادويه ضروريه باش ياخذهم. ودابا قاطعهم هاد الدواء بعدا قاطعو دابا، حيت ما كاينش اللي غادي يشريه ليه. يعني كنتمنوا من الناس المحسنين بدا يوفروا لهم هاد الادويه هادو. كاينين الناس، كاينين دي فارماسي، كاينين جمعيات اللي قدروا يوفروا لهاد السيد هذا الدواء في كل شهر ولا كل سيمانه كياخذوا هاد الدواء. خصو ديما كل نهار. لا امتى كتقاضى مثلا البكيه؟ شحال تدير البواطه؟ شحال تتبقى معاه؟ جبروات النهار. جبروات في النهار. يعني هادي خاص وحده في النهار. جوجات هادي جوج في النهار، وحده في النهار. يعني غير هاد الدواء هذا خاصو وحده في النهار. يعني كنتمنوا من الناس المحسنين والناس اللي في قلوبهم الرحمه يساعدوا هاد الاسره هادي ويوفروا لهم الادويه، حيت ادويه السرطان غاليه، وخصوصا ان اسره ما خدامتش شي واحد راه ما يمكنش يوفر دواء 150 درهم. شحال داير 150 درهم في النهار غير هاد الدواء بوحدو. كنتمنوا من الناس المحسنين يتصلوا بهم، الرقم ديالهم هو 06 59 22 96 91، يوفروا لهم حتى شي سكن الا كان ممكن، حيت السيد عنده مرض سرطان وما يقدرش يبقى جالس مع كل شيء في بيت واحد، خصوصا ان المناعه كتبدا تنقص. 11 تاع الليل حتى 12 في المرح كتبقى جالسه في الزنقه، حتى تفرك في الزنقه حتى ينعس هو وداك الشيء هذا كندخل. يعني كيف ما كتشاهدوا نعاونوا هاد الاسره هادي واتصلوا بهم الناس المحسنين واللي في قلوبهم الرحمه ويوفروا لهم هاد الادويه هادو، خصوصا هاد الادويه راه هما باش هاد الزيت يقدر يتعالج. راه من شهر جوج حتى دابا باش مرض بالمرض السرطان، والله يشافيه والله يعافيه يا ربي والله يطول في عمره. وحتى الناس اللي ما قادرينش يساعدوا غير يبارطاجيو هاد اللايف هذا والدعاء. الرقم ديالهم هو 06 59 22 96 91. مشاهدي قناه شوف تيفي، وصلنا لنهايه هاد البث والى اللقاء.